الآن ينضم إلينا الأستاذ حمد النعماني، هو رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلانية العمانية. مرة أخرى ما تم خلال الجمعية الفترة الماضية ومجالس الإدارة السابقة، ومنذ يعني منذ أنت استلمت زمام الأمور في الجمعية الصيدلانية العمانية. طبعا أول شيء بنشكركم على أنكم دائما متواجدين لتقديم الدعم الإعلامي للجمعيات والمؤسسات. وثاني شيء بالنسبة للجمعية الصيدلانية العمانية، طبعا تعتبر هذه الدورة السابعة، وتم إنشاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد في شهر 3 من هالسنة. طبعا بسبب ظروف الجائحة اضطرينا نسويها عن طريق التصويت الإلكتروني، وتم اعتمادنا الحمد لله من قبل وزارة التنمية. نسأل الله عز وجل إن شاء الله نكون عند حسن الظن، وأن ربنا يوفقنا ندي دورنا والارتقاء بمهنة الصيدلة. طبعا هو تكليف، بس أنا متفائل جدا بسبب وجود نخبة من الصيادة بمجلس الإدارة الجديد في لجان الجمعية، وفي لجان الجمعية منهم عبارة عن خريط مثل ما قال الأخ محمود، شعلة من النشاط والأفكار، وإن شاء الله قادرين بإذن الله على الإمكان. وإن شاء الله راح نحدو حضور مجالس الإدارة السابقة، ودائما مثل ما قال الأخ محمود هم متواجدين معنا ودائما يساندونا ودائما نشاورهم في أي خطوة نخطوها. أتمنى لكم أكيد كل التوفيق يا أستاذ حمد، طموحاتكم إن شاء الله خلال الفترة القادمة كمجلس إدارة الجمعية. والله إن شاء الله ناويين نسوي فعاليات كثيرة إن شاء الله، ونكمل ونحدو حضور مجالس الإدارة السابقة، ونقوي تعاون الجمعية مع الجهات المختصة بالوزارة، لأن ما راح ننجح من دونهم، وراح إن شاء الله نعمل معاهم بالارتقاء بمهنة الصيدلة. وفي طبعا بعد الجائحة راح نرجع لبرامج التعليم المستمر والتدريب المهني، وراح إن شاء الله نسوي مؤتمر علمي ورشاد دورات علمية ومهارية، وناويين نشجع البحوثات العلمية في خاصة بين الصيدلة، وبنسوي إن شاء الله سلسلة ورشات عمل يتم من خلالها تطوير مهارات البحث من بداية خلق فكرة البحث إلى الإحصاء وكتابة البحث ونشره بالمجلات العلمية إن شاء الله. أقل شيء نتمنى أن نطلع بخمس بحوثات علمية في مجال الصيدلة إن شاء الله سنويا. صحيح، بس هي كلمة أخيرة أستاذ أحمد، طبعا الجمعية لتؤدي دورها بشكل أفضل راح تحتاج دعم أعضائها، فندعوهم للتسجيل الجمعية وتقديم الدعم المعنوي من خلال متابعة أعمال الجمعية وتنشيط حسابات التواصل الاجتماعي حتى يتم نشر أعمال الجمعية يستفيد منها أكبر عدد ممكن. أكيد ندعو الخريجين، وندعو حتى الطلبة الصيدلة مش فقط الخريجين، وإن شاء الله راح يتم تشكيل لجان جديدة، لجان لا تستبق الأمور أبو قيس، لا هذا الموضوع موضوعي، لا تستبق الأمور. خلاص طيب، شكرا أستاذ حمد النعماني رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلانية العمانية.